أهلا وسهلا، أهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبر مباشرة من الدار البيضاء. معنا الراقصة ميمي ستار، اليوم غتكشف لنا على سبب دخولها عالم الرقص، لأنها كانت صانعة محتوى ما فهمناش علاش دخلات عالم الرقص. غنسولوها ميمي. مرحبا، السلام عليكم وتحية المغاربة خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن، وتحية المتابعي جريدة عبر المغاربة أينما كنتم وأينما وجدتم. مغاربة، أنا ميمي ستار، معروفة بنت مدينة فاس. أنا هذه عامين وأنا في اليوتيوب، أنا صانعة محتوى بامتياز. المحتوى ديالي اللي هو كل ما يتعلق بالمرأة والجمال، مكياج، صواري، مشاطي ديال الشعر، عناية بالأظافر، وصفات طبيعية، كل ما يتعلق بالمرأة والجمال أنا كندير هذا المحتوى. لكن للأسف الشديد لقيت هذا المحتوى عامين وأنا في قناتي، وهذا المحتوى ما كيوكلش الخبز، ما كيطلعش. المغاربة بغاو الشوها، المغاربة بغاو التفاهة، وما كنعممش. باردو، أنا ملي كنهضر على المغاربة أنا ما كنعممش، احتراماتي لجميع المغاربة من طنجة للقويرة وداخل الوطن وخارج الوطن، ولكن التفاهة هي اللي طالعة باش ما نضرقوش الشمس بالغربان. وي خويا تفضل. علاش دخلتي لهذا الرقص؟ ما لعبناش. لا انا ماشي، انا ما دخلاش راقصه، انا دخله صانعه محتوى، انا دخله صانعه محتوى بامتياز. انا دخله صانعه محتوى بامتياز. عند اول ما دخلت وفتحت قناتي، رجعوا المتابعين الفيديوهات القدام، هذه عامين يديروا اول فيديو عند قناه ميمي ستار، وغيلقاو المكياج، لقاو الفلوكات، يلقاو الطبخ. درت اول ما درت المكياج، من بعد حولتها للطبخ باش تطلع والو، من بعد درت الفلوكات، درت كل شيء. لا والو، درت شويه ديال الرياضه ودرت شويه ديال اليوتيوب في عصابات، اليوتيوب في عصابات. وكاين واحد المتسخه وحده، داك الملقبه بهويا مستار، هي اللي وسخت الساحه، فهمتيني؟ وحنا مجرد تلاميذ ديال داك المتسخه. داك السيده عدوه الوطن وكيدعموها اعداء الوطن. ما عندي حتى شي مشكل معاها. هي كتبان لكم داكشي طبيعي، وحده كتخرج كتضرب في جلاله الملك، كتضرب لينا في سيدنا. يا مريضه تمشي تعالج، تخرج تمشي الدواء. واش كاينه شي وحده كتهجر بولادها؟ واش كاينه شي ام كتزيد ولادها للكاميرا وكتهجر بهم؟ واش غنبقاو نضرقوا الشمس بالغربال؟ والغير في الامر انهم الدائمين ديالها كيصفقوا لها، ان الداعمات ديالها كيصفقوا لها. وما كنعممش انا، راه ملي تنهضر ما تنعممش، راه اللي لبس شي كسوه كتجي قدو، باش نكونوا واقعيين. وميمي ستار كيعرفوها بانها حقيقيه. انا ما عمري خرجت ضربت في الوطن، انا بالعكس انا ملكيه، وكنقول عاش الملك، والله ينصر سيدنا، والله يحفظه لينا، والله يطول لينا في عمره. وكان ما كان جلاله الملك، انا كنعيش انا والام ديالي والاب ديالي متوفي في 2020، وكان ما كان جلاله الملك غيدخلوا علينا في وسط ديورنا. وهذا الشيء عارفينه. وتجي متسخه ما عندها لا اصل لا مفصل، منين الاصل؟ جد امها كاع الكلب، تجي تضرب ليا انا في ملك، شكون تكون هي؟ شكون؟ وخلينا عطر والمحتوى ديالها شنو؟ كتولد كتولد كتبز كتبز، وكتقول لهم المغاربه خدموا لي على ولادي. كتمشي كدير المراهقه، جات المراهقه روطر، كتقلب على الدراري براهش صغار 20 عام، كتزوج بهم 21 عام، فين ما كتقلب على شي براهش كتزوج به، كتحمل معاه، كتقول لهم ايوا عاونوني عاونوني باش نكبر ولادي، وعاونوني باش نقري ولادي. وانا ام صالحه، اين ام صالحه؟ اين ام صالحه اللي كتخرج وكتناشد جلاله الملك بالفاظ ساقطه؟ ودخلوا القناه غتلقاو بان كنشطح، انا راقصه، غتلقاوني كندير رياضه، انا راقصه، ولكن الا الظرف في الوطن والا الظرف في المقدسات. هذه ما كدير الرياضه؟ تندير رياضه، مالا رياضه، مالا رياضه، رياضه زوينه، مالا رياضة. العقل السليم في الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. عندك مؤهلات الدرب؟ بيان سور عندي مؤهلات، مالي كل مؤهلات، مالي بنت لك انا لاصق الجلد على العظم، راه كاين ما يتقلقل، مش قلقل تيتقلقل. اللهم راقصة ولا نخرج نضرب انا في الدولة ديالي اللي حامياني، ونضرب في مليكي اللي حاميني. الله ينصر لي مليكي، والله يحفظ لي مالكي، وعاش الملك محمد السادس ابا من ابا وكره من كره، ولا عزاء للحاقدين واعداء الوطن.
بحالاش؟ فنيه. انا راقصه، اللي بغاني شي ريستورون نخدم عنده مرحبا. الا كانت شي ريستورون تعيط لي شي ريستورون، عندي كاع المؤهلات وعندي الكساوي ديال الرقص، نجبدهم لك دابا تشوفهم. لا الواقع، انا كنقول لك انا واقعي ما كنرقش، انا الشمس من الغربال. شوف انا مع اي واحد يدير اي مؤه. علاش تخشي لي العالم؟ لا انا صانعه محتوى، انا مني من اي واحد. انا يتيمه الاب، انا ما عنديش، انا ما مزوجاش، ما عنديش راجل كنخدم عليه. ما كنمشيش نجيب واحد برعوش يخورني ونجي نقول لكم خوتي، ونبز معاه ونحمل معاه، نقول لك خوتي المغاربه عاونوني، انا عندي الولاد، عندي اليتامى. هادو ماشي يتامى. يتامى هي شي وحده راجلها ميت، مرا ارمله كنقولوا عليها، عندها ام اليتامى راجلها ميت، راجلها مشى يحارب في الصحراء وداك سميتو ومشى ومات شهيد، هذيك ام يتامى. اما انت باش تجي تجيبي برهوش تزوجي به وتحبلي معاه وتجي تقول المغاربه عاونوني، المغاربه دعموني، المغاربه ديروا لي، وابار هذا الشيء كامل الضرب في الوطن، انت الضرب في الوطن. اما تولي دول البلاصه ماشي شغلي. الراي ديالك الزواج قصه ودورات انا داكشي ديال الزواج، داكشي ديال الزواج ونطلق ما على باليش به، لانني انا ما عمري تزوجت باش غنقول لك انا الزواج. اللي كنسمع المحاكم عمري بالطلاقات، ولكن انا عازبه والاب ديالي متوفي في 2020، وهذا هو الداعي لي فتحت قناتي في 2021، حيت ما عندي لا حني الله يرحم غير الله سبحانه وتعالى، وخوتي المغاربه، وتحيه للدائمين ديالي وتحيه للمغاربه هما اللي عندي، والله سبحانه وتعالى هو اول، الحمد لله الله والام ديالي الله يحفظها ويخليها ليا والمغاربه. كدير شي افلام قصيره؟ كندير افلام قصيره كاع، كندير حتى افلام قصيره، ولكن ما لقيتش مع من. العويد مثلا؟ ما عنديش، الام ديالي ممنوعه عليا ندخلها ليوتيوب، ماما مرا كبيره ما يمكنليش ندخلها لعالم السوشيال ميديا، يبقى ليا غير مي تسب في اليوتيوب. حنا على هذا الشيء كندويو، وحده كتجيو تجيب ولادها كتبزهم تحطهم في اليوتيوب وتبقى تصور فيهم، الفشاليق ديال ولادهم تيصور طلعوا بهم المشاهده. اقسم بالله، وهما المغرب يقولوا لي تفو عليك، يلا الا كنتي داير لايف قول لهم يقولوا واش ميمي ستار كتقول الحقيقه. هذيك المتسخه راه كتحط ولادها الفشلوق ديال ولادها كتصوره وكتطلع به المشاهده وما عندهاش مشكل. اللي كتخرج كتخاطب جلاله الملك كتضرب في المقدسات بكلمات نبيه، شنو كتسنى منها؟ ماشي غتتاجر في ولادها، هذيك تاجرت جميع ما نعرف اي محتوى تتاجر به ما عندهاش مشكل. المهم خاصها تدخل العقل. رسالة لاش باش وصلي لها؟ ها؟ رسالة لاش باش وصلي لها؟ لمن؟ ليها هي نقول حسبي الله ونعم الوكيل، الملك ملكنا خط أحمر، المقدسات خط أحمر. الرسالة الأخيرة لاش باش تقول لي فاز؟ لي فان ديالي كنقول لهم كنبغيكم وكنحماق عليكم وكنبغيكم وكنجوتيمكم من القلب، وهذه تحيه من كازابلانكا للدائمين ديالي والمغاربه داخل ارض الوطن، حتى اللي ما تيعرفونيش مرحبا بكم في قناتي ميمي، غير النشاط والشطيح والرضيح والنشاط. مره كنتالم كنتفكر بابا ولا شي حاجه كنخرج نبكي، ولكن عمركم تشوفوهم عندي شي محتوى ديال الظرف المقدسات، شي محتوى ديال الظرف المقدسات ولا الظرف جلاله الملك نو امبوسيبل، ولكن النشاط الضحك وداك الشيء وافلام القصيره قرب الله. واللي بغى ومن القنوات اللي بغى يخدم معايا ندير معاه افلام قصيره مرحبا على راسو العين. انيا.